سيدات والسادة، قدمنا أمامكم الأسبوع الماضي الحصيلة ديال 30 شهر من الاشتغال، وهي حصيلة محلية كتدل على أن هذه الحكومة كتستحق فعلا لقب حكومة الإنجازات. إنجازات كتولى مع توقيع عشية فاتح ماي على اتفاق الحوار الاجتماعي. كنت قلت من قبل بأنه تقريبا 70% من الأسر المغربية استفدت من إجراءات البرنامج الحكومي، ولكن الحمد لله من بعد هذا الاتفاق ديال جولة أبريل 2024 يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها آثار يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي. Thank you.